الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوتشر بأن موازنة العام المقبل ستصل إلى 150 تريليون دينار تقريبا في حال اعتمد سعر برميل النفط على ضوء الأسعار الحالية عند عتبة 70 دولار. هذا ويتصاعد الجدل بشأن الموازنة الجديدة منذ عدة أسابيع، حيث أعلنت حكومة الكاظمي عن بدء اللجان الوزارية في إعداد مسودتها، بينما يرجح مسؤولون ونواب في البرلمان الحالي عدم تمكن البلاد من إقرارها قبل نهاية العام، مشيرين إلى إمكانية تأخرها 3 أشهر في ظل إجراءات الانتخابات البرلمانية المبكرة. أعرب فلاح محافظة ذي قار عن مخاوفهم من عدم إمكانية تأمين المياه الكافية لري مزارعهم خلال الموسم الشتوي الحالي، مضطرهم إلى تقليص المساحات المزروعة. وقال عدد من فلاحي المحافظة إنهم مترددون في التوسع بزراعة أراضيهم، لا سيما المحاصيل الاستراتيجية مثل الحنطة والشعير، بسبب معاناتهم العام الماضي من شح المياه، مضيفين أنه رغم التطمينات من دوائر الزراعة بتأمين احتياجات الفلاحين إلا أن شح المياه سيتسبب بخسائر مالية كبيرة للفلاحين الذين يمتلكون أراضي واسعة. شهدت أسعار نفط خام البصر ارتفاعا في تداولات يوم الأربعاء، وتجاوز سعر برميل النفط من خام البصر الخفيف 81 دولارا، فيما وصل سعر برميل نفط البصر الثقيل إلى 75 دولارا فاصل سنتين. أعلنت شركة دانا غاز أن إجمالي المبالغ النقدية التي تسلمتها في مصر وكردستان العراق خلال الأشهر 9 الأولى من العام الجاري بلغت 256 مليون دولار، وارتفعت حصة دانا غاز التي تمتلك حصة نسبتها 35% من شركة بيرل بتروليوم في الدفعات النقدية المستلمة من مبيعات المكثفات والغاز البترولي المسال في غاز كردستان العراق بنسبة 77% إلى 131 مليون دولار. حذر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تشاك شومر من أنه إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام وبقي خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ماثلا، فقد يتم تخفيض تصنيف الولايات المتحدة قريبا جدا. ويدور نزاع في الكابيتول بين الديمقراطيين وخصومهم الجمهوريين بسبب عدم اتفاق الطرفين على رفع سقف المديونية العامة، وهو إجراء عادة ما يكون سهلا لكنه وقع هذه المرة تحت وطأة الانقسامات السياسية في الكونغرس. يأتي هذا وسط مداهمة الوقت للحكومة الأمريكية بسبب نضوب الأموال المتوقع في 18 من شهر تشرين الأول إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام بحلول ذلك الوقت وفقا لوزارة الخزانة. ارتفعت أسعار النفط بسبب مخاوف عالمية بشأن امدادات الطاقة وسط مؤشرات على شحة أسواق الخام والغاز الطبيعي والفحم. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.15% عند 79 دولارا فاصل 5 سنتات للبرميل، وزاد خام برنت بنسبة 0.15% ليصل إلى 82 دولارا للبرميل الواحد. واتفقت أوبك بلس يوم الاثنين على الالتزام باتفاق تموز لزيادة الانتاج بمقدار 400 ألف برميل نفط يوميا، مع إلغاء 5 ملايين برميل يوميا من تخفيضات الانتاج الحالية. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 50% هذا العام، ما زاد من الضغوط التضخمية التي تشعر الدول المستهلكة للنفط مثل الولايات المتحدة والهند بالقلق من أنها ستؤدي إلى عرقلة التعافي من جائحة كورونا. ختام الموجز للقاء.